الحكومة اللبنانية تعقد جلستها الأخيرة في قصر بعبدة وتقر خطة للتعافي المالي. خلال اجتماعاتها في القاهرة، لجنة المسار الدستوري الليبي تتوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة بمسودة الدستور. الرئيس التونسي يكلف أستاذ القانون الصادق بالعيد برئاسة لجنة استشارية لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، 8 مساء بتوقيت القاهرة، جولة إخبارية جديدة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة التعافي المالي التي أقرتها حكومته في آخر جلساتها، معتبرا أن أي تأخير ستكون تكلفته عالية. وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة في قصر بعبدة، قال ميقاتي إن الرئيس ميشيل عون طلب من الحكومة مواصلة عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة في ضوء الانتخابات البرلمانية الأخيرة. قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، قابلت الحكومة اللبنانية ضوابط صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار في خطوة لم تتخذها طوال 8 شهور هي عمر أحدث حكومة توافقية في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي. عقب الاجتماع دعا ميقاتي الحكومة الجديدة إلى الإسراع في تطبيق الخطة. التأخير كلفته عالية على لبنان وعلى اللبنانيين. لو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة أقل بكثير، وكل يوم يمر هي التكلفة ستكون أكثر فأكثر إذا لم ندخل خطة التعافي وتطبيقها بالكامل. شملت الضوابط التي أقرتها الحكومة اللبنانية إصلاحات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، حيث كشفت وثيقة اقتصادية في هذا الشأن عن إلغاء جزء كبير من التزامات مصر في لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف في إجراء استهدف تخفيض العجز المزمن الذي انتاب رأس مال المصرف المركزي. وبينما يرى خبراء أن خطة التعافي التي توصلت إليها الحكومة اللبنانية مع خبراء صندوق النقد الدولي هي خطوة طال انتظارها في ظل مرور البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها استغرقت 3 سنوات حتى الآن، ترفض جمعية المصارف اللبنانية جملة وتفصيلا خطة التعافي، معتبرة أنها تلقي على عاتق البنوك والمودعين مسؤولية سياسات حكومات سابقة أدت لخسائر في القطاع المالي بلغت 72 مليار دولار، حيث أقرضت المصارف اللبنانية الحكومات المتعاقبة عشرات السنين حتى بلغت البلاد هاوية الانهيار المالي عام 2019، ولم يعد المودعون قادرين على استعادة مدخراتهم بالعملة الأجنبية بعد أن فقدت الليرة 90% من قيمتها. لكن ميقاتي طمأن المودعين على تأمين حد أدنى لاسترداد أموالهم. صغار المودعين نحن نؤمن ذلك تأمينا كاملا، حتى وصلنا مع صندوق النقد الدولي لتأمين مبلغ لحديد حدود سقف 100 ألف دولار، ولكن أسعى لزيادة هذا المبلغ الآن خلال المفاوضات. أما كبار المودعين أيضا نريد أن نضمن لهم ودائعهم كاملة، ونحن بصدد الاتفاق مع الصندوق الدولي بهذا الموضوع. تشكلت حكومة نجيب ميقاتي في 10 سبتمبر الماضي ونالت ثقة مجلس النواب بعد 10 أيام فقط من تشكيلها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ ماهر مقلد نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ ماهر، يعني الآن وقد تقدمت هذه الحكومة بآخر أوراقها، كيف ترى المشهد اللبناني بعد الانتخابات الأخيرة وأيضا تحول مجلس الوزراء اللبناني إلى حكومة لتصريف الأعمال؟ المشهد اللبناني الآن يتحرك إلى الأمام، يعني دي تمنيات في الداخل وفي الخارج، خصوصا بعد نجاح لبنان في إنجاز التحقيق النيابي وانتهاء الانتخابات النيابية. تبدأ دورة جديدة مع مطبع هذا في انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي، وكل التوقعات أن يعاد تكليف أو انتخاب
نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي للمرة السابعة على التوالي. بعد ذلك تبدأ دورة أخرى في تشكيل حكومة جديدة أو تجديد الثقة في الحكومة الحالية، لكن طبعا في الغالب سوف يتم تشكيل حكومة جديدة، وهنا يعني كل المخاوف من أن تتعثر مشاورات تشكيل الحكومة وتأخر الوقت، خصوصا أن لبنان مقبل على استحقاق رئاسي في شهر أكتوبر المقبل. نعم. الوضع في لبنان يعني وضع شديد الصعوبة، لأن الوضع الاقتصادي كما جاء في التقرير وضع متأزم جدا. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعني تصريح مهم جدا أنه سوف تحافظ الحكومة على ودائع صغار المودعين في البنوك بعد القرار الصعب اللي هو تجميد كل الودائع، وده منذ 3 سنوات ومشكلة كبيرة جدا تواجه كل مودع لبناني في البنوك اللبنانية، أثرت تماما على مستوى المعيشة وعلى الحياة وعلى التعاملات التجارية في لبنان. نعم، لكن ما هي مجمل التحديات التي سترثها الحكومة الجديدة؟ التحديات الاقتصادية في الأساس، إعادة الوضع السياسي لبنان لإطاره العربي. نعم. بشكل أفضل. العلاقات الخارجية مع دول العالم طبعا كلها يعني ملفات مهمة جدا، لكن بدون شك الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي في لبنان متشعب جدا، يبدأ بالطاقة حتى يعني رغيف الخبز، يعني بعد الانتخابات النيابية يعني جاءت صور من لبنان طوابير ممتدة. نعم. للحصول على رغيف الخبز من الأفران، لأن طبعا في أزمة طحين، أزمة وقود، أزمات يعني متصاعدة بشكل كبير جدا، وبالتالي الحكومة الجديدة سوف يعني تفتح كل هذه الملفات، وطبعا لا تملك يعني عصا سحرية لإنجازها بشكل سريع، لكن أعتقد لو هناك هدوء في الوضع السياسي داخل لبنان وانفتاحها للعالم الخارجي بشكل أساسي وتحديد الأولويات للمواطن اللبناني وهي الحياة الاقتصادية والظروف الاقتصادية، أعتقد أن الحكومة ربما تنجح في إنجاز نعم. هذه الملفات. شكرا جزيلا لك ماهر مقلد، نائب رئيس تحرير الأهرام. قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا إن لجنة المسار الدستوري تمكنت من التوصل في اجتماعاتها في القاهرة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة بمسودة الدستور، واتفق أعضاء لجنة المسار على أن تستكمل باقي المواد التي لم يتم إدراجها خلال اجتماعهم في الجولة القادمة من المباحثات. كانت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى الليبيين قد عقدت اجتماعاتها في القاهرة خلال الفترة من 15 من مايو إلى 20 من الشهر نفسه. كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بالعيد برئاسة هيئة استشارية لصياغة مشروع دستور جديد لتونس. وقال سعيد إن الدستور الجديد سيضع أسس جمهورية تونسية جديدة تقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها، كما تضمن حقوق التونسيين والتونسيات في حياة كريمة. كان الرئيس التونسي قد أعلن أنه ستتم دعوة الجماهير للاستفتاء في 25 من يوليو القادم على الدستور الجديد. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، قررت وزارة الداخلية استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام، كما قررت مد عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية في إطار مبادرة كلنا واحد حتى الأول من شهر يونيو. تتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعد أن تم مد فترتها حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة. في ظل الأسعار العالمية والغلو العالمي أصلا، يعني كويس إن هي موجودة في مصر حاجة زي كده. المبادرة كويسة وأسعارها كويسة. بنشكر الدولة وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة دي. كلنا واحد مش مجرد اسم، هي شعار من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، سلاسل، تجار،
وكلنا اجمعنا على استمرار المبادره لرفع العيب عن المواطن البسيط لحد نهايه مايو، والتخفيضات مستمره لحد نهايه مايو بتخفيضات تصل ل 60% على كل السلع الاستراتيجيه. المبادره حاليا مخليه الناس مطمئنه تمام وبتشتري ومش حاسه ان في مشاكل لا اما لا في بضاعه ولا في سعر، وبالتالي عمليه البيع والشراء وماشيه بصفه طبيعيه وما فيش اي مشاكل، والعملاء لا مش حاسه ان في اي نواقص ولا اي زيادات في الاسعار. في قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية تتوفر السلع بكميات كبيرة وجودة عالية وبتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%، وهو ما أتاح للمواطنين تلبية احتياجاتهم بأقل تكلفة. المبادرة أثرت طبعا وعملت مفعول كبير وأعجبت كل الشعب يعني، وساهمت في حاجات جميلة جدا وريحت الأسعار شوية، والناس بتمناول الجميع دلوقتي. يكفي أن كل حاجة متوفرة، أسعار معقولة جدا تختلف عن بره بفضل الله يعني. المبادرة كويسة ويا رب المبادرة دي تفضل دايما كده ونفضل كده ومصر تتحسن لأحسن وأحسن وتفضل دايما في الحلو إن شاء الله، وربنا يخلينا رايح. واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا. شوادر ومنافذ أقامتها الوزارة بالتنسيق مع كبار التجار والموردين في المناطق الأكثر كثافة والأشد احتياجا ساهمت في توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة، ومع استمرار عمل المبادرة كان الإقبال على الشراء. شوادر بتكون بتساعد المواطن على شراء منتجات اللي محتاجها بأسعار مخفضة، وخصوصا في الأماكن الأكثر احتياجا، فبتسهل على المواطن ان هو يقدر يشتري المنتج يكون قريب ليه ويكون قريب من مكان سكنه، تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس بضرورة التواجد مع المواطنين، بضرورة إقامة الشوادر وإقامة المعارض وتوفير سلع بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومن خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية تسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية العام. بنشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد، ياريت المبادرة دي تمد أكتر من كده بكتير. منذ إطلاق المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من شهرين ساهمت في تخفيض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وما زالت مستمرة في أداء هذا الدور. نجاح كبير لمبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 برعاية رئيس الجمهورية في تخفيض الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، ما يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. كما تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. قالت روسيا إنها تقترب من السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية. من جانبه قال حاكم الإقليم في شرق أوكرانيا إن القصف الروسي على الإقليم أدى إلى مقتل 13 مدنيا خلال الساعات 24 الماضية. جحيم في دونباس تحت وقع تكثيف الجيش الروسي هجومه بمختلف الأسلحة والعتاد، هكذا وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع في شرق أوكرانيا، متهما موسكو بشن عمليات قصف دون تمييز.
القوات المسلحة الأوكرانية تواصل التقدم من أجل تحرير منطقة خاركيف، ولكن في دونباس ما زال المحتلون يواصلون فرض مزيد من الضغط علينا. الوضع هناك أشبه بالجحيم، وليست هذه مبالغة مني. القصف همجي وعشوائي على مدينة سيفردونيتسكا. القوات الروسية تواصل قصفها العنيف على منطقة تشيرنييف ومنطقة أوديسا، كما دمرت دونباس تماما. من جانبها أعلنت موسكو أنها اقتربت من السيطرة الكاملة على لوجانكس، بينما يواصل الجيش الروسي قصفه باستخدام المدفعية وقاذفات الصواريخ والطائرات لتدمير الدفاعات حول دونستيك، ليتحول إقليم دونباس بأكمله لمسرح عمليات واسع النطاق يفرض فيه سيطرته. قتلى وجرحى في عمليات شرق أوكرانيا التي باتت المعارك الأقوى على ساحة الحرب الأوكرانية بعد انحصار المواجهة في ماريوبول، وهو ما فسرته المخابرات البريطانية في تقرير لها. التقرير البريطاني كشف أن سبب تركيز الهجمات الروسية في دونباس هو انتهاء روسيا من إحكام السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية التي كانت مسرحا لحصار دام أسابيع، ما يعني تفرغ القوات الروسية لإحكام السيطرة على الشرق الأوكراني. تركز روسيا على جنوب شرق أوكرانيا في هجماتها الأخيرة بعد انسحابها من محيط العاصمة كييف، التي أعادت عدة دول آخرها الولايات المتحدة فتح سفاراتها هناك مرة أخرى بعد انحصار الهجمات الروسية. وحتى إعلان نتائج الحسم في شرق أوكرانيا لا صوت يعلو على صوت القصف الروسي المستمر في دونباس، في انتظار مما ستسفر عنه الساعات القادمة والأنباء المؤكدة من ساحات المعارك. في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن موسكو تواصل توسيع سيطرتها على أراضي إقليم دونباس، مشيرا إلى أن قوات الجيش الأوكراني تحاول تأخير تحركات القوات الروسية. تواصل قوات الجيش الروسي مع وحدات الميليشيا الشعبية لجمهوريتي لوهانسك ودونتسك توسيع سيطرتها على أراضي إقليم دونباس، وقد اقترب إنهاء تحرير جمهورية لوهانسك الشعبية. إن قوات الجيش الأوكراني تحاول تأخير تحركات القوات الروسية ولا يسمحون للسكان المحليين بالخروج من المدن والقرى، ويستخدمونهم دروعا بشرية في محاولة لتحقيق أي إنجاز ولو قصير المدى. ومن جهة أخرى، قال وزير الدفاع الروسي إن ما يقرب من 2000 جندي أوكراني في أزوفستال استسلموا حتى الآن، وأن المتبقي هم قادة عسكريون أوكرانيون. ما زال حصار مصنع أزوفستال متواصلا. تم إجلاء المدنيين الذين احتجزهم القوميون الأوكرانيون. تم تأمين حياة 177 شخصا، بينهم 85 امرأة و47 طفلا، وقد تلقوا كلهم مساعدة طبية وفسيولوجية. ويتم استسلام القوميين المحاصرين، وقد ألقى بالفعل 1908 أشخاص منهم أسلحتهم. أيضا أكد قائد كتيبة أزوف الأوكرانية دينيس بروكوبينكو صدور أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بوقف عمليات المقاومة في مصنع أزوفستال الذي يمثل الموقع الوحيد المتبقي لمقاومة القوات الروسية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. مصر لأوكرانيا، 86 يوما في الدفاع عن ماريوبول. إن القائد العسكري الأعلى قد أصدر أمرا بالحفاظ على أرواح وسلامة رجال الخدمة في ظل القتال الشديد وغياب الإمدادات. ظللنا محافظين باستمرار على المدنيين والمصابين وجثث القتلى، وقد تم إجلاء المدنيين، كما تم إجلاء المسلحين المصابين على أن يتم استعادتهم في تبادل مع القوات الروسية. ونأمل أن يدفن ذوي الضحايا جثامين الأبطال الأوكرانيين. النصر للبلاد. وكان مصدر عسكري أوكراني قد أكد أن الجنود الأوكرانيين المتبقين في مصنع أزوفستال بمدينة ماريوبول تلقوا أمرا بالتوقف عن الدفاع عن المدينة. بعد حصار روسي محكم استغرق عدة أسابيع، لم يجدوا الجنود الأوكرانيون وأتباعهم
من كتيبة أوزوف القابعون في مصنع أوزفستال بمدينة ماريوبول مفرا من اللجوء إلى الراية البيضاء إذانا بالاستسلام، مرجعين موقفهم إلى تلقيهم أمرا من كييف بالتوقف عن القتال. قد المقاتلون الذين تم إجلائهم أسابيع عصيبة محاصرين في قاعات تحت الأرض حفرت أسفل مجمع مصانع الصلب العملاقة خلال الحقبة السوفيتية، لكن قادة ومقاتلي كتيبة أوزوف القومية لم يخرجوا من مخابئهم بعد، وما زال الغموض يكتنف مصير المقاتلين الذين غادروا المصنع ومن لم يغادروا بعد، حيث ترغب أوكرانيا تنظيم عملية تبادل أسرى لصالح المقاتلين، لكن روسيا تتمسك باعتبار أن جزءا من هؤلاء المقاتلين ليسوا جنودا بل مقاتلون من النازيين الجدد وفقا لتقدير موسكو. تقديرات وزارة الدفاع الروسية أحصت استسلام أكثر من 1900 جندي أوكراني كانوا متحصنين في مصنع أوزفستال الضخم الذي أصبح رمزا دوليا للمقاومة الأوكرانية في العملية الروسية على أراضيها. دمر القتال مدينة ماريوبول الاستراتيجية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا بأكملها تقريبا، حيث تم تدمير 90% من مرافقها وقتل 20,000 من سكانها على الأقل. ومن شأن استسلام ماريوبول أن تكتب النهاية لحصار دام قرابة 3 أشهر لمدينة كانت ذات يوم نابضة بالحياة ويقطنها أكثر من 400,000 نسمة. ترى أوكرانيا أن عشرات الآلاف من المدنيين لقوا حتفهم تحت القصف الروسي. ومن شأن استسلام المدافعين عن مصنع الصلب في ماريوبول تحقيق انتصار كبير للقوات الروسية، خاصة بعد أن تخلت القوات الروسية خلال الأسابيع القليلة الماضية عن مواقعها الاستراتيجية بالمنطقة المحيطة بمدينة خاركييف ثاني أكبر مدن أوكرانيا. في أول محاكمة بارتكاب جرائم حرب في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أقر جندي روسي بالذنب في تهمة قتل مدني أعزل، وقال محامي المتهم إنه فض مرتين تنفيذ الأمر بإطلاق النار، إنه رفض مرتين تنفيذ الأمر بإطلاق النار، وأن واحدة فقط من 3 رصاصات إلى 4 أصابت الهدف، حيث أطلق النار وهو في حالة من الخوف على سلامته الشخصية، مشككا في أنه كان يتعمد القتل. وقد يصدر القاضي الأوكراني حكمه يوم الاثنين المقبل في موعد انعقاد جلسة المحاكمة التالية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المواقع الإلكترونية للمؤسسات الروسية تتعرض لهجمات كثيفة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان أمن المعلومات في روسيا. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن القومي، مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الروسية المختلفة لتعزيز الأمن السيبراني والاعتماد على التقنيات المحلية في مجال حماية المعلومات. تعهدت مجموعة السبع بتقديم 19,800,000,000 دولار لدعم ميزانية أوكرانيا. جاء ذلك في إعلان مشترك صدر في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع في ألمانيا، بهدف مساعدة أوكرانيا على سد عجزها المالي ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للشعب. تستعد سفينة حاويات أمريكية ضخمة للإبحار من ميناء أنتورب البلجيكي باتجاه ألمانيا، تحمل على متنها العديد من المركبات والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا. مع تواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أقامت الولايات المتحدة جسرا بحريا عبر المحيط الأطلنطي لإرسال المساعدات الضرورية إلى أوكرانيا. سفينة حاويات أمريكية ضخمة تستعد للإبحار من ميناء أنتورب البلجيكي في اتجاه ألمانيا، تحمل على متنها العديد من المركبات والمعدات العسكرية. هذه المركبات ستستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن مركبتها المسلحة للحد من تداعيات الغارات الجوية والقصف بالقنابل، بالإضافة إلى المركبات التي تحمل اللوازم الطبية. كما تحمل السفينة عددا من الجسور المتحركة التي من شأنها
أن تساعد في إعادة ربط المناطق والبلدان في أوكرانيا بعدما قصفت روسيا أجزاء من البنية التحتية العامة. تلك الجسور من شأنها أن تصل أوكرانيا بأراضي حلفائها وأصدقائها ليقدموا لها الدعم اللازم خلال تلك الفترة الحرجة. هذا وسيتم إنزال المركبات والمساعدات الطبية والجسور المؤقتة في ميناء بريمير هافن بشمال ألمانيا ليتم نقلها بريا إلى الأراضي الأوكرانية. كانت الولايات المتحدة أقرت حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تصل إلى 40 مليار دولار، فيما تعد أكبر حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك في 24 من فبراير الماضي. أهلا بكم مرة أخرى. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح وزير الثقافة والسياحة والأثار ومحافظ الشرقية فعاليات النسخة الأولى لمهرجان تل بسطة بمحافظة الشرقية. لمزيد من الأضواء على هذا الموضوع تنضم إلينا من هناك الزميلة أمل صبري مراسلة النيل. أهلا بك أمل، لو تطلعينا على أهم فعاليات هذا المهرجان. التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل للأخبار، بهدف نشر الفن الراقي والارتقاء بالوجدان وأيضا إلقاء الضوء على أهم وأبرز المعالم السياحية المتواجدة داخل مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان تل البسطة واللي بتنظمه أو بينطلق بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والأثر وأيضا محافظة الشرقية. هذا المهرجان المهم بيأتي ضمن سلسلة من المهرجانات التي تقوم أو تنطلق تحت رعاية عدد من الوزارات وبتقوم بتنظيمها وتنفيذها على أرض الواقع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر. اليوم هو حفل الافتتاح واللي بيستضيف باقة من ألمع النجوم في مقدمتهم الفنان الكبير مدحت صالح داخل منطقة تل البسطة بمحافظة الشرقية. وبهذه المناسبة يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بدار الأوبرا المصرية. دكتور خالد بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. يعني في البداية بنهني حضرتك وبنهني أنفسنا بالنجاح الكبير والباهر اللي حققوه مهرجاني دندرة وأبيدوس. النهاردة نقطة جديدة ومهرجان جديد وفعالية في منتهى الروعة تل البسطة. تكلمنا عن التنظيم الجميل والأكثر من رائع اللي احنا شايفينه النهاردة. الحقيقة هو مهرجان تل البسطة ده ضمن سلسلة مهرجانات برعاية معالي رئيس الوزراء ووزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة. يعني بنعمل المهرجانات الفنية دي لإلقاء الضوء على الأماكن السياحية الجميلة في مصر والمناطق الأثرية العظيمة مش موجود زيها في العالم، وضمن خطة أو مبادرة من الوزارة ان احنا نوصل لكل ربوع مصر، نوصل لكل الجماهير في كل المدن المختلفة في الصعيد وفي الدلتا. بدأنا بالصعيد في مهرجان دندرة بقينا ومهرجان أبيدوس بسوهاج. حقيقة المهرجانات دي مش بس الجمهور بيبقى سعيد، احنا بنبقى سعداء اكتر ان احنا بنتقابل مع نوعية من الجمهور يعني ما بنقدرش نشوفها في الاماكن دي بس، او وكم السعاده اللي هم بيبقوا يعني بتبقى باينه على وشوشهم دي الحقيقه بتخلينا يعني مبسوطين وبنبقى يعني، وده سر النجاح او سر الاصرار على ان احنا نعمل دوت في كل ربوع مصر وفي كل المناطق الجميله. وزي ما بيبقى المكان مهم للجمهور وللناس بيبقى مهم للفنان كمان، ان اولا يقابل الجمهور ده، ثانيا ان هو يغني في مكان اثري او مكان يعني مش موجود في العالم كله. دكتور خالد، يعني دقائق قليلة بتفصلنا عن انطلاق فعاليات المهرجان واحنا شايفين الإقبال الجماهيري الكبير اللي من الجمهور اللي متواجد النهاردة هنا، يعني ده شعور حضرتك ان دار الأوبرا المصرية بتنتقل داخل المحافظات وداخل الأماكن الأثرية المهمة داخل مصر؟ الحقيقة ده كان حاجة مهمة لينا في دار الأوبرا. احنا طبعا بنستقبل عدد من الجمهور يعتبر قليل لان مساحات المسارح اللي تابعه للاوبرا
مساحات محدودة، فما نقدرش نقابل فيها زي ما بنقابل في مهرجان دندرة 8000 10000 وفي القلعة 15000. خصوصا انه بيبقى مجاني مجاني طبعا، والنوعية مختلفة من الجمهور، فده كان يعني كان حاجة مهمة قوي ان احنا نوصل للناس دي ونوصل الفن او الفقرات الفنية المختلفة لكل الناس في مناطق غير المسارح المقفولة. دكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بدار الأوبرا المصرية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. يعني كما تتابعون أعزائي المشاهدين، يعني يمكن بالفعل بتنطلق الآن فعاليات مهرجان تل البسطة بمحافظة الشرقية بحضور وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم ووزير السياحة والآثار دكتور خالد عناني ومحافظ الشرقية أيضا وعدد كبير من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقامات كبيرة من رجال الكنيسة والأزهر الشريف، وزي ما احنا شايفين أعداد كبيرة من الجمهور للاستمتاع بفن الأوبرا الراقي داخل محافظة الشرقية وتحديدا داخل معبد تل البسطة. شكرا جزيلا لك أمل صبري مراسلة النيل. كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النقابة عن أعضاء حكومته الجديدة التي احتفظ فيها بعدد كبير من وزراء حكومته السابقة، وعين الرئيس الفرنسي كاترين كولونا وزيرة للخارجية، فيما احتفظ وزيرا المالية والداخلية بمنصبيهما على أمل إحداث زخم إيجابي يتيح له الحفاظ على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل. عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزيري خارجية ودفاع جديدين في الحكومة التي ترأسها إليزابيث بول، حيث اختار ماكرون سفيرة فرنسا في لندن كاثرين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، ما يجعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب المرموق. كما أعلن قصر الإليزي تكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو حقيبة الدفاع خلفا لفلورنس بارلي، فيما احتفظ بعدد كبير من وزراء حكومته السابقة. ويأتي التغيير مع اقتراب نهاية الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي بدأت وحدته بالتراجع مع إخفاقه حتى الآن في اعتماد حزمة عقوبات سادسة على روسيا. وفي خضم النزاع بين موسكو وكييف، تعهدت كولونا أن تتحرك بفاعلية في الملف، في حين عمل الرئيس إيمانويل ماكرون على إبقاء قناة دبلوماسية مفتوحة مع الكريملين. ويتطلع الرئيس ماكرون للحفاظ على أغلبية برلمانية من أجل المضي قدما في أجندته الإصلاحية المحلية التي تشمل تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، فضلا عن خفض الضرائب. ومن المتوقع أن يواجه حزب ماكرون الوسطي أكبر تحدي له في انتخابات الشهر المقبل من اليسار الذي شكل مؤخرا جبهة جديدة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الفتاح الكاتب الصحفي بالأهرام. أستاذ محمد، مع تشكيل هذه الحكومة الجديدة في فرنسا، ما مدى ملائمة تلك الحكومة لتطلعات الرئيس الفرنسي وتطلعات الشعب في الفترة القادمة؟ مساء الخير. أولا أوضح أنني كاتب صحفي مساء الخير. أهلا وسهلا. وليس الأهرام، أنا رئيس قسم الشؤون الخارجية. أسأل حضرتك عن التشكيل الحكومي الجديد في فرنسا وطبيعة التحديات الداخلية والخارجية، وأيضا ملائمة تلك الحكومة بتشكيلها الجديد لهذه التحديات، والتعبير عن تطلعات الشعب الفرنسي والرئيس. طيب، هو أولا دعنا نبدأ من عند رأس الحكومة وهي إليزابيث بورن، وهي ثاني سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ فرنسا بعد إيريس كريستون التي تولت المنصب في العام 91 في عهد الرئيس فرانسوا ميتيران. إليزابيث بورن هي تصنف تكنوقراط ولكن لها خلفية اشتراكية، ويأمل الرئيس إيمانويل ماكرون من خلالها أن يكون هناك تواصل أفضل مع النقابات الفرنسية، وربما يأمل أيضا في تمرير القانون الخاص برفع سن التقاعد عند سن 65 وجذب مزيد من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي سوف تجري بعد شهر من الآن، لا سيما
وأن الاستحقاق الرئاسي شهد تصويت كثيف لجان لوك ميلانشون زعيم حزب لا فرانس انسوميز وهو حزب فرنسا الأبية وهو محسوب على الرسالة اليسار الراديكالي، وحيث أن كثير من الطاقات تشير إلى أن حزب ميلانشون ربما سيحصد الكثير من النقاط في الانتخابات البرلمانية. إذن هو يعول عليها على هذه الحكومة وتحديدا على إليزابيث بورن في أمرين في غاية الأهمية. أولا مزيد من التواصل مع النقابات التي احتجت بشدة في العام 2019 والذي شهد احتجاجات كثيفة في الشارع بسبب رفع سن التقاعد عند سن 65 وعدة أخرى. والأمر الثاني هو جذب الأصوات الخاصة المحسوبة على اليسار في الانتخابات التشريعية. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عبد الفتاح الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار. نواصل معا تقديم هذه الجولة الإخبارية من قناة النيل وفيها بعد قليل. بايدن يؤكد من سول أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يشكل أحد أعمدة السلام والاستقرار في العالم. الآن مشاهدينا نتحول إلى الزميل أمير داود الذي يقدم لنا عددا من أخبار المال والاقتصاد. شكرا جزيلا لك أحمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير الجديدة بالإسكندرية وأسيوط. عقد وزير البترول طارق الملا اجتماعا مع وفد من شركة تكنيب إنرجيز العالمية لبحث عدد من مراحل تنفيذ الأعمال الجارية لمشروعي توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط. وأكد الملا على أهمية تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة للحفاظ على التوقيتات الزمنية لتنفيذ المشروعين في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، لما يمثلانه من أهمية كبيرة في ترشيد استيراد المنتجات البترولية. قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي أن مذكرات التفاهم الموقعة بين المنطقة الاقتصادية وشركات وتحالفات عالمية لإقامة منشآت صناعية لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة هي نتاج مجهودات مبذولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر. وخلال كلمته في جلسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكد زكي أن مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء قد تصل استثماراتها لأكثر من 10 مليارات دولار. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الدولة على الحفاظ على مؤشرات إيجابية مما حققها قطاع الصناعة والتصدير خلال العام الماضي. وخلال اللقاء الذي عقدته مع رؤساء المجالس التصديرية أشارت الوزيرة إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20%، الأمر الذي يثبت قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي تعرض لها العالم والتي تمثل عائقا أمام حركة الصادرات والتبادل التجاري. أكد وزير المالية محمد معيط على الاستمرار في تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديري تنفيذا للتكليفات الرئاسية على نحو يسهم في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات. وأضاف الوزير أنه تم صرف نحو 34 مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أشيع بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار المركز إلى أن وزارة المالية أكدت على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9% لتصل إلى 356 مليار جنيه. ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد إلى الزميل أحمد أنور واستكمال البودرامة. تفضل أحمد. لك أمير، أهلا بكم مشاهدينا. انطلقت فعاليات الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والذي يحظى باهتمام كبير من السينمائيين والفنيين في مصر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر المهرجان الزميلة ولاء الحديني مراسلة النيل. ولاء أهلا بك في البداية، لو تنقلي لنا الصورة لديك. تحياتي لك أحمد وتحياتي للسادة مشاهدي قناة النيل الأخبار في كل مكان. اليوم انطلقت فعاليات الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما. هذا المهرجان الذي يحظى باهتمام كبير جدا من قبل السينمائيين. هذا المهرجان الذي بدأت الدورة الأولى فيه عام 1952. أحمد، هذا المهرجان لم يمنح جوائزه إلا للأعمال الفنية التي تتسم بالأسلوب الفني الراقي، التي تناقش قضايا تهم الجمهور وتفيد الجمهور في المقام الأول ويكون لها تأثير كبير على الجمهور، والأعمال التي يكون لها تدعو إلى العنف أو غيره من القيم المخالفة للمجتمع لن تحظى بجوائز في هذا المهرجان. يعني لجنة اختيار الأفلام كانت قد اختارت 5 أفلام من واقع 26 فيلم. هذه الأفلام عرضت في دور العرض وأيضا عرضت عبر المنصات. الأفلام التي وقع عليها الاختيار هي فيلم بره المنهج للمخرج عمرو سلامة، وفيلم قابل للكسر للمخرج أحمد رشوان، وفيلم المحكمة للمخرج محمد أمين، وفيلم ريتسا للمخرج أحمد يسري، وللإيجار للمخرج إسلام السيد بلال. أيضا إدارة المهرجان هذا العام سمحت للجمهور بالدخول وحضور الأفلام. العام الأعوام السابقة لم تسمح بذلك بسبب جائحة كورونا. أيضا سيتم حضور الندوات التي يناقش فيها عدد كبير من المؤلفين والمخرجين والممثلين. أيضا لجنة التحكيم هذا العام برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية الفنانة إلهام شاهين والفنانة بشرى والفنان أحمد سلامة. يعني إذا تحدثنا عن توزيع الجوائز، بالفعل منذ قليل تم توزيع الجوائز على عدد من الفنانين ومن المخرجين ومن المؤلفين الذين أسروا السينما وال دراما بأعمالهم. توزيع الجوائز جاءت كالآتي: جائزة الريادة السينمائية للفنانة القديرة سميرة أحمد. نعم تفضلي. بالفعل، وجائزة المركز الخاصة للفنانة إلهام شاهين، وجائزة فريد المزداوي للمخرج مجدي أحمد علي، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان محمد صبحي، وجائزة الإبداع الدرامي كانت للفنان أحمد عبد العزيز، وجائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة مريم، للكاتبة مريم نعوم، والمخرج هاني كمال عن تأليف مسلسل ولاد ناس. يعني هذا عن التكريمات، وسيتم عرض الأفلام التي تحدثت عنها على مدار الأسبوع حتى 27 طيب من الشهر الجاري. نعم إليك. ولا يعني هل هناك لديك أي معلومات عن تفاعل المهرجان عن خبر اليوم الفني، وهو فقدان فنان كبير هو الفنان سمير صبري؟ رحيل هذا الفنان، إلى أي مدى سيتفاعل المهرجان مع هذا الخبر؟ هل من المقرر مثلا أن تقام بعض الندوات تكريما للراحل، أو إهداء اسم لعمل فني له ينال جائزة ما، أو بأي صورة من أشكال التفاعل مع هذا الخبر؟ يعني
يعني منذ قليل بالفعل تحدثنا مع عدد من الفنانين على الريد كاربت، والجميع مع الفنان الكبير الراحل سمير صبري، وتحدثوا عن مسيرته الفنية الهائلة وعن إدارة المهرجان. ونحن اليوم في حفل الافتتاح، حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذا، ولكن بالتأكيد سيتم الإعلان عن ذلك خلال فعاليات المهرجان الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك ولاء الحديني مراسلة النيل. إذن فقدت الساحة الفنية في مصر والعالم العربي واحدا من الفنانين البارزين الذي عمل على مدى نحو نصف قرن من عمره في مجال الفن والإعلام، هو الفنان والإعلامي سمير صبري، حيث أعلن عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان إيهاب فهمي تشييع جنازة الراحل سمير صبري غدا السبت عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. قال أيضا إنه عقب صلاة الجنازة سيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمنطقة المنارة في الإسكندرية. يذكر أن الفنان الراحل سمير صبري قدم عشرات الأعمال الفنية والسينمائية وأيضا الإذاعية والتلفزيونية. نتحول إلى موضوع آخر في هذا أعمدة السلام والاستقرار في العالم، جاء ذلك خلال لقاء بايدن مع نظيره الكوري. بأجندة متخمة تتنوع بين التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية والتصدي لنفوذ الصين وتدعيم العلاقات الاقتصادية، استهل الرئيس الأمريكي جو بايدن أول جولة آسيوية له منذ توليه منصبه بكوريا الجنوبية. بايدن توجه مباشرة إلى أحد أكبر مصانع الإلكترونيات العالمية والمصنعة لأشباه الموصلات في بيانغ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول. ولم يكن اختيار المصنع كأول محطة في رحلة بايدن هينا، فالتزود بأشباه الموصلات الأساسية في صناعة معظم الأجهزة الحديثة من الهواتف إلى السيارات والأسلحة عالية التقنية يشهد نقصا ضمن التباطؤ العالمي لسلاسل الإمداد العالمية الذي يهدد بتقويض التعافي الاقتصادي من وباء كوفيد. بايدن شدد أيضا على ضرورة أن تعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل الحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد وسلامتها، ووصف التحالف بين بلاده وكوريا الجنوبية بأنه أحد أعمدة السلام والاستقرار والازدهار في العالم. الكثير من تاريخ العالم بصدد أن يكتب هنا في المحيط الهادئ خلال العقود القادمة، فنحن نقف على نقطة عطاف تاريخية حيث سيكون لقرار اليوم آثار بعيدة المدى على العالم الذي نتركه لمستقبل أطفالنا. من جانبه أشار يون إلى أن كوريا الجنوبية توفر حوالي 70% من إنتاج العالم من أشباه الموصلات، كما اعتبر أن زيارة بايدن يمكن أن تساعد البلدين في تشكيل تحالف اقتصادي وأمني جديد يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتعاون فيما يتعلق بسلاسل الإمداد. زيارة الرئيس بايدن إلى الشركة اليوم تسلط الضوء على الاقتصاد والأمن والآثار المترتبة على أشباه الموصلات، فضلا عن التحالف الاستراتيجي العالمي الشامل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عبر الموصلات. ومع تصدر أشباه الموصلات قائمة السلع الاستراتيجية في الوقت الذي تحاول الولايات المتحدة إعادة بناء صناعتها الوطنية، يرى مراقبون أن الولايات المتحدة تريد تأكيد صورة ما يمكن أن يكون عليه العالم إذا اجتمعت الديمقراطيات والمجتمعات المنفتحة لوضع قواعد العمل وفقا للرؤية الأمريكية. والآن مشاهدينا نتحول إلى الرياضة، فمحبو ريال مدريد اليوم على موعد مع مباراة جديدة، التفاصيل يقدمها لنا الزميل أمير داود. شكرا جزيلا لك أحمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الرياضية وأهم ما نتابعه فيها. الليلة ريال مدريد في نزهة كروية أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني. وصلنا إلى ختام بانوراما النيل، وهذا تذكير بالعناوين. الحكومة اللبنانية تعقد جلستها الأخيرة في قصر بعبدة وتقر خطة للتعافي المالي.
وخلال اجتماعاتها في القاهرة، لجنة المسار الدستوري الليبي تتوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة بمسودة الدستور. والرئيس التونسي يكلف أستاذ القانون الصادق بالعيد برئاسة لجنة استشارية لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد. والمزيد من التفاصيل والأخبار في موقعنا على شبكة الإنترنت نايل.إيجي. شكرا لكم وإلى اللقاء.